السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، سنتعرف اليوم على حرف جديد من أحرف اللغة العربية. هيا سويا نتعرف عليه من خلال هذه الكلمات. نقرأ سويا. قال، قال. نقبل، نقبل. أوراق، أوراق. بطريقا، بطريقا. حرفنا اليوم هو حرف القاف، حرف القاف، ويكتب بهذه الطريقة. قال، جاءت القاف في أول الكلمة ويلفظ إق، يلفظ إق، إق أول الكلمة. نقبل، نقبل. جاء حرف القاف في وسط الكلمة ويكتب تماما في أول الكلمة، نفس طريقة القاف في أول الكلمة. أوراق، أوراق. جاء حرف القاف في آخر الكلمة منفصل ويكتب هكذا. إق آخر الكلمة، إق آخر الكلمة. بطريقا، بطريقا. جاء حرف القاف في آخر الكلمة متصلة ويكتب بنفس الطريقة في آخر الكلمة. إذن حرفنا اليوم هو حرف القاف، يسمى حرف القاف، ويلفظ إق، ويلفظ إق، وله شكلان، إق أول الكلمة وإق آخر الكلمة. الآن سنتعرف على حرف القاف مع المدود القصيرة والطويلة. نبدأ. ق، 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 إق المدود القصيرة. والآن مع المدود الطويلة. ق، 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 مع مع التنوين، تنوين الفتح. قن، تنوين الضم. قن، تنوين الكسر. سنقوم بتحليل صوتي لبعض كلمات تحتوي على حرف القاف. نأخذ كلمة طارق، طارق. نحلل سويا. طارق، محلل. ق، س، م، قاسم. كلمة قطة، تن، قطة، تن. ننتبه للشدة في كلمة قطة، تن. الآن تعلمنا سابقاً عند وجود الشدة في الكلمة نضع دائرة على الحرف المشدد ونعيده إلى حروفه الأصلية، وهو عبارة عن إط ساكنة وإط متحركة بالفتح. الآن
نحلل سويا كلمة قطة. قط، القاف مع الطاء الساكنة، ط، تن، قطة، ق، ر، أ، قرأ، ق، س، من، قاسم، قصة، قصة، تن، قصة، ج، مي، ل، تن، قرأ قاسم قصة جميلة. مرة أخرى، ق، ر، أ، قرأ، قاسم، قاسم، قصة، تن، قصة، تن، جميلة، جميلة، قرأ قاسم قصة جميلة. الجملة التالية، ق، ط، فت، قطفت، ق، ط، فت، قطفت، ق، م، قمر، قطفت قمر وردة، تن، وردة، قطفت قمر وردة. مرة أخرى، قطفت، قطفت، قمر، وردة، قطفت قمر وردة. الجملة الثالثة، شاهد، شاهد، طارق، شاهد طارق قاربا، قاربا، شاهد طارق قاربا، شاهد طارق قاربا، شاهد طارق قاربا. انتهى درسنا لهذا اليوم. الرجاء من الأمهات الفاضلات التركيز على التحليل الصوتي والتهجئة، وواجب حل تمارين حرف القاف بالإضافة إلى حل تمارين الشدة.